الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. رحم الله من سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إخواني في الله، ها نحن إن شاء الله في الدرس الثالث من دروس شهر رمضان المعظم لعام 1445 هجرية. عنوان هذا الدرس وموضوعه إن شاء الله فضائل شهر رمضان، هذا الشهر المبارك لس في الله نعم سيدي ربي نكني لمن النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الشهر المبارك يتغفر ربي لمن الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع الذنوب. قال كل شهر الرحمة أردت اسمه قل سيد ربي سلمان الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الشهر يقى شهر القرآن، إن سيد ربي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى في الآية 175 من سورة البقرة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: الله تبارك وتعالى أنجى موسى في هذا اليوم، سيد ربي نجى سيدنا موسى. فأمر الرسول الصحابة بالصيام يوم عاشوراء. فلما أنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لأن وزوم رمضان من قدقز في النبي صلى الله عليه وسلم السنة الثانية من الهجرة، شعبان في السنة الثانية من الهجرة دي فرض رمضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم ادلم من صيام راح النبي صلى الله عليه وسلم ان تزوم رمضان يوم راح الصدر بيا مرصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الشهر ينعم في الصدر بيسلم من النبي صلى الله عليه وسلم اعمال عظيمه لامه الرسول صلى الله عليه وسلم. اريد ذكر في صدر بي ابليس باش يدور في السجن يلم النبي صلى الله عليه وسلم الصيام انت فاتي الخلق وراك اللي تزلوا راك في مسجد دوك اللي في رمضان يعمرت مسجد، مصداقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى سيكر في صناديد الشياطين في هذا الشهر. ثم شهر رمضان أرقدت نرزم ربي البيبان الجند، أرقدت قنصد ربي البيبان نجهنما أرت نرزم البيبان الجند في هذا الشهر رمضان. شهر رمضان إلا قد الباب رستين باب الريان ما قدك شمن لما النبي صلى الله عليه وسلم لتزومين رمضان وانا يزوم رمضان هاتي لدى صغرين واللي لانين في بيبان الجند لدى سنان اشكي دكشم احباب الريا لا يدخل منه احد غيرهم ورقي دكشم حتيان ابلاء واللي تزومنين رمضان امو يخص سيد ربي البيبان الجند ابير بدحكي دكشم نكني ولا كني. فيقومون لا يدخل منه احد، فاذا دخلوا اغلق انك حكشمن ارتقن البيبان نرسل دكشم حتيان. هذا إيجا من فضائل شهر رمضان. حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يصوم رمضان يمس غنشكان يخلص العمل نس لوجه الله سبحانه وتعالى. من صام رمضان إيمانا غفر له أرسل يتغفر سيد ربي الجميع الذنوب إلا سلمي قدن له
امها الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ربي تبارك وتعالى ينعم في لاصنص شهر رمضان ارسني قيد تغفر الذنوب ارسني قيد الزقوز ربي الرحمت في امها الرسول عليه الصلاه والسلام يخصص الفرح يقضي في فولكين لما يقير ندي سمي فولكين نفرح سرس اي فرح بنادم اللي احتاح يا ربي اي اللي حيلكم رمضان الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم ان كيدعى جبريل ان النبي صلى الله عليه وسلم امين اللي قدني زوار وهندي ذرك الوالدين انس ورا قدني سكر ما يفول قد نربح والسرير بحبدان النبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا جبريل امين الناس ونمو يفكر بطول الحياه اللي حير لكم رمضان وريتياق ظلت انس ما يفول كين كان الرسول عليه الصلاه والسلام اجود بالخير من الريح المرسله في شهر رمضان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول جيد صدقت شهر رمضان وكان بنادم خصك يذكر من وين يدير كان رمضان وراك يذكر ما يفلكين وراك يدير بيح السرير بحبدان النفس النبي صلى الله عليه وسلم امين الناس ونيك قور نحضر الموعظه او دار الحديث او دار الدرس يسفل ذي الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب دار ورني صلى الله عليه وسلم لان الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام ذي الواجبه ان صدر بي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ظلت في الرسول عليه الصلاه والسلام كرطت كله يدعيش جبريل يمناس الناس النبي صلى الله عليه وسلم امين وكان بنادم يحتحي ربي اركحي لكم شهر رمضان يخصى الاول رمضان اكيدينو قبل الفجر نغسل لي زوار رمضان اكيدينو كله يصوم رمضان شكون نيت تقايا تحمس الفرائض الفرائض من الصيام انك الامام ابن عاشير رضي الله عنه بقوله فرض الصيام ليلة نية بليله وترك وطئ شربه وأكله والقيم ما عصى لشيء للمعيد من دونين أو عينين أو أنف ولد إنما فرائض الصيام من نوات كان خمسة ما قلني زوار نيت لابد الإنسان غسل زوار رمضان أينو حوق يونس يصيزوم هذا الشهر يجي 29 يوم نحقا 30 يوم لأن إلح الحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له قول الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له والنور وين قبل الفجر أيزوم النظم النس وريلي وكان رمضان جاء صيام المتتابع يعني الصيام اللي تبعان والسن تبعان ويا تقد قديت النيت إما لغير رمضان يخص كريقتس أي سيخص بنادم النيتنس وكان نيت كل زوار حال فرائض الصيام غير كل كل زوار حال فرائض يضنين انت تدعي زوار حال فرائض الصيام دميت اي ترك بنادم الشراب الاكل اي ترك بنادم الماكله ولا تسي كذلك القي حتى عمد بنادم هتري الطرز رمضان مع ايصال شيء للمعيد انك المعيده يحتين للمكرا سواء كان نمي ولا كان مزا ولا كان نقيو ولا كان نل يحدر كود نجري الحلقه تري الطرز رمضان من دونين او عينين او انفين ورد انك سواء الاذن ولا العين ولا الانف سواء تنخ ولا ألن ولا إمزة نكش مكرا أركض نزرح الحلق نبناد مثلا حتى قايت النس هتاري الترزة رمضان أبلا زلت مهارت غلي نقن مثلا تزلت يا أغوري تنكر ديك صباح سيحتيتو مثلا حوم قردنس إنك غوانو رزير مدانا شكويك شمن اللوق اللي سولي حلا الأكل أيش قاني هانتسكشمت الخيران اللي حوري حلي الأكل زوز مثلا من الفعين صيد ربي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط والأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل لأنك من الفجر الليل أصحي يوم رصد ربي تنتظم وكان الليل يسكر كين حصد ربي الخير إنها الخير حق اشتبنا تنغيض ولا كذا هتوريد وكان الإنسان إلا فلاس أي حفظ الصيام منس من اللغو والرفات إنك اللغو الرفات دول لحور اللولو أشكو إنك إلا الصوم إلا الصيام
ما كان الصوم ما كان الصيام، انك الصيام للاكل والشرب، الصوم للكلام. دليل اني نذرت مريم، لانه شكان الناس متغيكات كذا الناس، اني نذرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم انسيا، ورسني اني نذرت للرحمن صياما، انما قالت اني نذرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم انسيا. وكان انك الصيام عن المكلة والشراب وكذا، والصوم عن الكلام، الكلام القبيح واللي يظن ولا سعدي للتجرام ولا سعدي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من لم يدع قول، قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه. واش ونكون ولدك القول الزور قري وليون غلو رعدين تظنني ترتيني من قري، هذا لا يجوز. صيامك والعمل به ليس لله حاجة في أن يدع طعامه. واش نقد نحكي حاجة أي ترك طعام الشرب. رب صائم ليس له من صوم حديد، رب صائم ليس له هو من صومه إلا الجوع والعطش. إنك دادي أنا يزمن وراسي صحح وزمن أبلا لصدري فيه إلا الجوع والعطش. معنى الحديث، وكان بنت محي الزوم يحفظ النس يحفظ ميلس يحفظ مزغنس أدرس حلي ذكري ولي ونهرشني ولا كذا باش صيامن أدس دبقو أدري قوري الصيامن. سيك الرسول عليه الصلاة والسلام شنا تحت مغارين الناس العاس ان تعطينا الزوم، الناس كون متيت الشمت الناس سخاخين تلوح الديدة من الناس ونشي كانت في ناس شمت في ناس ماتون شكو واللي يتجرى من حيث ما سي مسلم هاتي شي شتا تيفي ناس. وكان سيد ربي تبارك وتعالى ينعم في اللح الشهر رمضان يخصنا نحفظ الشهرات يرقد نسكر ما يفولكين اردح انت ظلبي ربي اردح الدحياب الشهران يضنين في صحة وهنائين وعافية. اشكو الشهر رمضان قال فرد الثاني قال لك الواجب أتصوم وسول السخفيح في الله سيد ربي تبارك وتعالى السخفيح في الله ربي تبارك وتعالى. إنه على الله فمن كان مريضا أو على سفرين أو عدة فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو مساكين، فدية طعام مساكين. ولسول الزدار نفكر أفقير مقر مثلا سول الزدار التزوم إن شرارك الفدية يخسف أي الفدية نحت فلسك كنتروان سولا كذا الفدية مستيقان أتين خلف نقيد العلماء على الموسع قدره وعلى المقصير قدره. لكن الناس ربيح الكفار انت قلت من أوساط ما تطعمون أهليكم كان من 12 درهم 15 درهم كله انشكن أتيق الفدية إيوس والورس درنا يتزم زود الحامل المرضي حتى انتخت اللي السردان دخت اللي مولا الحامل وحلي تكسو تزرز حتى انت درت شتا. وكان اختد غوينتني إلا قد الخلاف ربما لتك الفدية تقضي السول، ولكن الشيخ الكبير انتن أشكر سولي الترجى انتني الكمتمي من الكبار وصلا من الكبار عتيا وانو رسولي الترجى أيك الفدية الفدية ان الشرح الشرع استخفيت في اللاس أيك الفدية. ورقين عمام قرنيد إن الناس دربي يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم والعسر. سيد ربي ريح اليسر الدين الإسلامي بنا كله في اليسر وريبني في العسر. وكان شهر رمضان قال فرض اللي نوسن يضنين اللي قنين التطوع لنوسن التطوع مدين التطوع أتني يظن بنادم يوي لاجر واللي قنين وي لاجر اتني زود يوم عاشوراء يوم عرفة العاشر من ذي الحجة الخميس الاثنين أيام البيض الأشهر الحرم البعض شعبان مش كنا مقدس كان النبي صلى الله عليه وسلم شو صعبانة إلا قليلة. ودنتي قال لفرد إحنا تزومت ويت لاجر إحنا كور تزومت هاتي نقرد لاجر نقود ورقين لفردة ما بفلعي قال لفرد نكني شهر رمضان إلين البعض وستان إنها النبي صلى الله عليه وسلم أتني تزوم بنادم البعض وستان إن يكون عديل أتني تزومت إيقا قد يوم الأضحى مثل عيد الأضحى العيد مقورن العيد عيد الأضحى إن يكون تزومت يوم الفطر العيد رمضان يوم الجمعة منفردان التزومت أسل الجامعة واحدة تعظيما له وهو لابد التزومت أسل الخميس تلقمت أسل الجامعة نحتزومت الجامعة تلقمت أسل السبت إما تزومت واحدة
الفريدان ويوم الجامعة دميت يوم الشك، يوم الشك متقان السنة 29 شعبان أو السنة 30 شعبان اللي هتقلم ميدنا الزرين أيورن رمضان إن غيت كله إن هشرة أتني تزوم بنادم إما لقتنك تزوم ستركيك تقبل من صام يوما في سبيل الله تعالى أبعده أبعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وكان رمضان يعني الشريف الكين يخصبنا التزوم إسفي لكن يتنسح قراءة السيد ربي تبارك وتعالى يحفظ الصيام يعمر المساجد ربي أن يتحضر صلاة التراويح لأنه كانت صلاة الليل نتولى نتظلل يعني من الركوع غيظ راس يتنور السيد ربي تبارك وتعالى القبر صار يتنور دمن صار يتنور القبر وكان الشهر والخيار متيقن شهر رمضان يعني بدي اجتهد بنادم يتيقن قراءة السيد ربي لقل لي يزوم أركي حيفظ السوق تبهر الدعاء هنولي يزوم ناري تقبل سيد ربي الدعاء يخصى يدعو ويونس يدعو تروانس يدعو يتمس مسلم يدعو البلد نس أشكوا اللي نشرك يتمس مسلم الدعاء كم يستجب سيد ربي الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عرب إني صلى الله عليه رحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا إني صديق توديغ اللي يسعان رحمنا ربي ربي تبارك وتعالى إنا ورحمتي وسعت كل شيء وكان بلن كحيفظر رمضان يخصته يدعو وقيونس يدعو الوالدين حتى الوالدين فرنا كده تدعو تشكو سكنك الخير أن يشكر لي ولي ولي أنك صدر باري تشكرت الوالدين وكان شهر رمضان كان شريف الكين نعم فلا صدر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يخصن القدر النعمة أن تشكر ربي تبارك وتعالى لحيف كانت الحياة هاي اللي حدا حنية لكام الشهر رمضان دار بربتي قبلني كنا ولا كني يقبل رب الصيام النحول والنون يقبل رب العمل النحول والنون يقبل رب القراءة النحولة النون وكل يخلص رب العمل النحول والنون لوجهه الكريم يسحض راح البركة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا يا ربنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أستودعكم الله وإلى لقائنا آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.